الذريعة ضعف الإنجاز، والهدف إسقاط حكومة عبد المهدي. أما المتحركون فهم أقطاب العملية السياسية، المشاركون الفعليون بكل طواقم الحكومة، والشاهدون على سلسلة الفساد المستمرة منذ 16 عاماً. إعلان لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلماني عن أرقام صادمة تتعلق بتدني نسب الإنجاز الحكومي حرك قواً وكتلاً سياسية للبحث عن بديل لعبد المهدي في حال سحبة الثقة منه. هذا التحرك جاء تزامناً مع تصاعدات داخل الأحلاف الكبرى، ومنها تحالف الفتح، إضافة إلى خلافات داخل ميليشيا الحشد، وفي ظل احتدام النزاع الأمريكي الإيراني وأثره على العراق وخصوصاً من الناحية السياسية. كتل سياسية مختلفة تستعد لفتح ملف البرنامج الحكومي، وخصوصاً على المستوى الخدمي والاقتصادي ومعدلات الفقر والبطالة المتصاعدة. لكن أهم العوائق أمام حجب الثقة عن حكومة عبد المهدي هو عدم توفير بديل يمكن أن تجتمع عليه القوى السياسية ويتحمل ثقل تجاذباتها ويتقن سياسة إرضاء الجميع. القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي ذكر أن عملية اختيار بديل عن حكومة عبد المهدي في حال سحب الثقة منها ستستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي يدخل البلاد في شلل حكومي، إذ أن مجرد عملية ملء الوزارات الشاغرة استغرقت وقتاً طويلاً وأدخلت الأحزاب في صراع لم ينتهي بعد، فكيف بإيجاد بديل عن حكومة بأكملها؟ فشل حكومة عبد المهدي قد لا يختلف عن فشل الحكومات السابقة في أدبيات العرف السياسي السائد في العراق الجديد، لكن الظروف الزمنية التي مر بها ربما هي ما سلط الضوء على فشلها أكثر من غيرها. بالنسبة للشعب العراقي الذي يدفع ثمن العملية السياسية، يبدو أنه لا يعنيه تغيير حكومة أو إقالتها، فلا يجد بصيص أمل من تغيير الحكومة طالما أن أرضية الحكم وخطوطها العريضة ستبقى ثابتة كما رسمت منذ الاحتلال الأمريكي.